بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم في برنامجكم الرضا حياة. الرضا حياة بيمنحنا مجموعة امتيازات جميلة جدا، يعني هنذكر بعضها في هذه الحلقة، وإن شاء الله بعد كده بنذكر امتيازات أخرى في كل حلقة. أول حاجة أن الرضا حياة بيحررك من التعلق بالأغيار ويجعلك تتعلق بالواحد الأحد واهب النعم. الرضا حياة بيجعلك تتحرر من الارتباط بالأشياء، وفي التحرر حياة. الرضا حياة بينقي أفكارك من أفكار الهم والغم والتوتر والقلق، ويمنحك الطاقة اللازمة لتحقيق أهدافك. الرضا حياة بيجعل لسانك يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى والحمد والثناء لواهب النعم. الرضا حياة بيمنحك ميزة عظيمة جدا من أهم المميزات للرضا، وهي التصالح مع الكون. الرضا حياة بيخرجك من المدرسة الإبليسية التي منهجها لماذا اشمعنا، ويدخلك المدرسة الإلهية والتي منهجها الرضا وحب الآخر. في الحقيقة السؤال احنا كنا بنسأل نفسنا، انا يعني لماذا اخترنا هذا البرنامج او اخترنا الرضا حياة؟ احنا لقينا من خلال لقاءاتنا مع الناس كثيرين، سواء في مصر او خارج مصر، سواء جنسيات عربية او جنسيات اسيوية او جنسيات افريقية او اوروبية او امريكية، المهم جنسيات متنوعة، وجدنا ان في رباط واحد بينهم، وهو عامل الرضا. طول ما انت يكون عندك عامل رضا في حياتك وتحقق نتائج عظيمة وقوية. السؤال الثاني، ماذا نريد من حياتنا؟ احنا عاوزين ايه؟ ماذا نريد؟ نحن نريد علاقات طيبة، نريد السعادة، الثراء، النجاح، الوفرة في حياتنا في كل شيء، الوفرة في المال، الوفرة في المشاعر، الوفرة في كل ما نريد تحقيقه في حياتنا. نريد ان نجذب الاهداف التي تشعرنا بالسعادة والنجاح في حياتنا. نريد علاقات طيبة مع الأفراد، علاقات طيبة مع الزوجة، مع الأولاد. نريد أن نضبط موجة أفكارنا على التفكير الإيجابي اللي بيشعرنا بالاطمئنان وراحة البال. أشياء كثيرة جدا نحن بنريدها، لكن في المقابل بنجد أن احنا بنجد الكراهية في المجتمع، بين أفراد المجتمع، بنجد الحسد، بنجد التذمر، بنجد السخط. كل هذه الأمور بنجدها، وأيضا بنجذب لحياتنا يعني الهم والغم والكرب والاكتئاب والقلق والتوتر، وبنجد ان الامور بتتفلت من حياتنا وبتتفلت من بين ايدينا. لا بنحقق السعاده، ولا بنحقق المال اللي احنا عايزينه، ولا بنحقق الوفره اللي احنا بنحبها، ولا نحقق السلام الداخلي الذي ننشده جميعا. طيب، ما السبب وراء كل هذه الامور انها تتفلت من بين ايدينا؟ ما هو السبب اننا لا نحقق كل ما نريده في حياتنا؟ ما السبب وراء كل هذا الغم اللي العالم كله بيعيشه النهاردة؟ الأسرة الواحدة بنجد فيها مشكلات كثيرة جدا يعني طوال الوقت. ما السبب؟ السبب احنا لقيناه في حالة عدم الرضا. هذا المرض المنتشر بين أفراد المجتمع وفي حياتنا، وأصبح يعني حقيقة احنا بنعيشها كل يوم. عاوزين نعرف من هو مؤسس هذه المدرسة، هذه مدرسة التذمر والسخط وعدم الرضا، الذي أسسه هو إبليس منذ الأزل، منذ بدء الخليقة. إبليس هو الذي أسس مدرسة عدم الرضا. لما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام وطلب من الملائكة أن يسجدوا له، فماذا فعل إبليس؟ قال إبليس أنا خير منه، لماذا أسجد؟ أنا خير منه، خلقته من طين وخلقتني من نار. فطبعا كانت قضية كبيرة جدا أنه اعترض على أمر ربنا وعلى قضاء الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة أن اللعنة من الله تبارك وتعالى. قال تعالى فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. لكن المدرسة إبليس ظل يؤسسها، هو أسسها منذ الأزل، وبدأ المنهج بتاعها ينتشر، اللي هو إيه؟ منهج لماذا؟ لماذا هذا عنده مال؟ لماذا هذا عنده زوجة جميلة؟ لماذا هذا عنده عمل؟ لماذا؟ لماذا؟ طبعا السلسلة طويلة جدا، وهي اشتهاء ما عند الآخر.
إبليس منذ الأزل وضع اللبنات الأولى، لكن المدرسة المنهج بتاعها شغال، وكل يوم ناس بتدخل المدرسة، ناس جديدة بتدخل المدرسة والمدرسة بتكبر. وفي المقابل إحنا بنبتعد عن المدرسة الإلهية التي منهجها الرضا وحب الآخر. إبليس بعد ما طرد من رحمة الله جاء أول خريج في هذه المدرسة وهو قابيل. لما حدثت المشكلة بين قابيل وهابيل، أخوين هم قصة مشهورة، إن هابيل قدم قربان وقابيل قدم قربانا لاختلاف على من يتزوج أخت الآخر، فماذا كانت النتيجة؟ إن ربنا سبحانه وتعالى تقبل قربان هابيل. قابيل لم يتقبل هذا الأمر ولم يتقبل قضاء الله وقدره، فكانت النتيجة قال لأقتلنك، وفعلا قتل أخي هابيل. كانت أول جريمة قتل حدثت على الأرض. يبقى أول جريمة قتل هي برضو يعني هذه الجريمة مستمرة، كل يوم بنشوف ناس بتقتل، يعني الأخ يقتل أخاه من أجل الميراث، الجار يقتل أخاه من أجل كلمة، والأمر مستمر من الكراهية والبغضاء والحسد والسخط والتذمر اللي احنا بنعيشه. المدرسة الإبليسية هي منهجها التذمر والسخط وعدم الرضا، لذلك بنجد ان احنا الزوج لا يرضى عن زوجته، بنجد ان اللي عنده اولاد مش راضي، اللي عنده بنات برضه غير راضي، اللي عنده وظيفة غير راضي عن الوظيفة اللي هو فيها، لكن هو بيشعر دايما بحالة الفقر والضيق والندرة. احنا بنقول للناس طول ما انت عندك حالة سخط في حياتك هتجلب او هتجذب المزيد من هذه الافكار لحياتك. ليس الفقر الحقيقي او التعاسة الحقيقية في امتلاك القليل، ولكن في اشتهاء ما عند الاخر. اشتهاء ما عند الاخر بيسبب مشكلة ليك خطيرة جدا، هي اولا انك بتضبط موجة افكارك على افكار ان مفيش الندرة، ففعلا ما تلاقيش في حياتك لا تجد سعادة ولا اطمئنان ولا راحة بال ولا سكينة. علشان تحقق الرضا لابد انك تغير من افكارك الداخلية، تغير افكارك، لان التغيير لن يحدث، التغيير الذي يحدث في حياتك لابد ان يحدث من داخلك اولا. العالم الخارجي هو انعكاس لما في عالمك الداخلي. خلي بالكم المعلومه ديت، احنا كنا الاول بنسمعها لكن من خلال التجارب اللي احنا خضناها في حياتنا فعلا اتاكدنا ان فعلا الكلمه ديت مهمه جدا. يعني اديكم مثل بسيط، مثلا لو حضرتك ليس عندك حاله رضا عن زوجتك، إذ مهما تقدم لك من امور واكلات ومداعبات وغيره لن تتقبل من هذا الامر، برضه هي سيئه في وجهه نظرك. ليه؟ لان داخلك هو افكار سلبيه تجاه زوجتك. كذلك ايضا مثلا واحد بيدخل مثلا مطعم معين فيقول الله، هو قال الله ليه؟ هو راضي عن المطعم ده، او هو جواه في حاله رضا داخله عن هذا المطعم وما يقدمه من اكلات. نديكم مثل الاكلات اللي هي لحمه الراس او الامور اللي هي بيسموها حلويات الحيوان ديت. بعض الناس ما بتحبش المطاعم دي، لكن البعض الاخر بيحبها. ليه؟ هو عنده حاله رضا عن هذا الطعام، فبالتالي هو بيشوف المطعم كويس. لذلك لا تنتظروا ان الحياه تتغير لكي تتغير حياتكم، لكن غيروا من داخلكم حتى تتغير حياتكم. بعض الناس ما بيصدقش الكلام ده، لكن ازاي انا مش عاوز الفقر ولا المرض ولا عاوز، انا عاوز الثراء والغنى. ما هو انت يعني فكر معايا شويه، ماذا تفكر؟ ماذا تتحدث طول الوقت؟ ما هي ممتلكاتك؟ انت الممتلكات بتاعتك ايه؟ احنا كنا كتبنا مره ما هي على صفحتنا، ما هي ممتلكاتك؟ الناس تتحدث عما تمتلك. انت بتمتلك ايه؟ هل بتمتلك التحدث عن الندره، عن الفقر، عن المرض، ولا بتتحدث عن الثراء والصحه والغنى؟ اولا الكون، ربنا خلق هذا الكون، خلقه في وفره، يعني مفيش حاجه اسمها يا جماعه ان الحاجه بتنتهي وخلاص. يعني البترول بهنا العين بتنتهي بنجد عين اخرى، الغاز العين دي بتنتهي بنجد عيون اخرى، وهكذا الكون في حاله متجدده مستمره. من الامور اللي هي انتشرت يعني كالفيروس في اذهان الناس معلومه خطيره جدا، انه لا يوجد المزيد او لا يوجد ما يكفي الناس طبعا. يعني لذلك بنجد الصراع والتصارع المستمر،
وإن كل واحد فينا يعني عنده حالة سخط وتذمر. عايز أقول لكم إن كل كلمة بتنطقها كلمة سلبية هي لعنة لحياتك. فلذلك اللسان هو مصدر البركة واللعنة. فاجعل لسانك مباركا وليس لعانا، يعني دايما تشكر واهب النعم وتقول الحمد لله. تعرفين كلمة الحمد لله يعني ايه؟ الحمد لله انك يعني وكأنك يعني ربنا سبحانه وتعالى هو المتصف بكل النعم التي يهبها لك، انك انت بترجح كل النعم لربنا سبحانه وتعالى بكلمة الحمد لله. ربنا بيتفضل عليك الرافع القابض السميع البصير، كل دي نعم ربنا سبحانه وتعالى وهبها لك، فانت لما بتحمد عليها فبترجع هذه النعم لواهب النعم. نيجي نقول اسباب، ما هي اسباب حالة عدم الرضا الناس بتعيشها؟ اولا ان عدم الرضا فكر غير متوازن بيركز على النواقص وليس على ما تمتلك. دي مشكلة عدم الرضا، ان عدم الرضا دايما بيركز ان انت ما عندكش سيارة، ان انت ما عندكش مثلا وظيفة مثلا مرموقة، ان انت ما عندكش مثلا ارض، ان انت ما عندكش كذا وكذا، يفضل يعدد لك النواقص، ما عندكش اولاد، عندك بنات، ويفضل ايه يركز على النواقص. وهذا هو منهج ابليس، ان ابليس دايما عايز يسود لك الدنيا ويجعلك تشعر بالسخط والتذمر، لأن هذا لا يرضي الله تبارك وتعالى. ربنا مش عايز منك، ربنا لا يريد منك هذا السخط وهذا التذمر، لكنه يريد منك الرضا. ربنا يريد منك الرضا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وآيات كثيرة أكثر من 53 آية في القرآن تتحدث عن الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، آيات كثيرة جدا. المهم ان ابليس هنا بيركز لك او يركز لك على الناقص اللي هو عندك. انت عندك حاله نقص في البيت، عندك في الزوجه، عندك كذا، عندك كذا، عندك كذا، فانت تسخط على حياتك وتتذمر وتنطق بكلمات، ممكن في بعض الناس بتنطق بكلمات فيها الكفر والعياذ بالله، وبيخرج عن المدرسه الالهيه او المنهج الرباني اللي هو ايه، وقولوا للناس حسنا. طبعا مشكلة هذا التفكير ان هو الاستمرار في التفكير ده بطريقة مستمرة بيصير منهج تفكير بتاعك، او هو ده طريقة تفكيرك. حتى لو تغيرت الحياة، يعني الحياة تغيرت تحول منك، يعني مثلا امتلكت سيارة برضه شبر نقص. ليه؟ لانك انت يعني اصل جاري عنده موديل احسن شوية. لو جبت حتى موبايل، انت كان مثلا معك موبايل بزراير عادية، جالك موبايل اندرويد تاتش، لا أستم صاحبي عنده مش عارف موبايل تاني موديل كذا وهكذا، فأنت تشعر دايما في حالة النقص، لأن التفكير عدم رضا خلاص أصبح عادة عندك، وبالتالي حياتك بتصير على هذا النمط. من أسباب عدم الرضا أول حاجة التركيز على عدم التركيز على ما نملك. يعني دايما انت ما بتشوفش اللي عندك عشان تحمد ربنا عليه، لكن انت بتنظر الى الناقص. عندك مثلا بيت، عندك زوجه، عندك اولاد اصحاء، ما فيش عنده اعاقه لا قدر الله، ما فيش عنده مرض، ما فيش كذا، كل الامور دي انت بتحمد ربنا عليها، لكن انت دايما لا، انا بنظر ان انا ما عنديش كذا وعنديش كذا وعنديش كذا. الامر الثاني اللي هو وسائل الإعلام، يعني دايما الإعلانات المتكررة بمواد ومنتجات، ودايما هذه المنتجات يعني لما جم لأحد أقرباء فرويد عالم النفس النمساوي، فبيسألوه بيقولوا له احنا يعني هنعمل إعلانات كي ازاي تكون ناجحة هذه الإعلانات، قال لهم اربطوها بالعاطفة. ازاي؟ يقول لك المنتج ده هيخليك نحيف، المنتج ده هيخليك قوي، المنتج ده هيخليك تجري كويس، المنتج ده، ويفضل يجيب لك حاجات امور هذا المنتج هيخليك تشعر بالسعاده، فانت بتجري وراء الاشباع الرغبات. المشكله عندنا كبشر ان الرغبات لا تشبع ابدا. الرغبات حتى يعني الى ان يموت الانسان هو يلهث وراء اشباع الرغبات، عايز وعايز 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 وعايز. طبعا لازم الانسان يكون عنده حاله رضا وقناعه الاول باللي هو فيه، علشان حياته يعني يشعر بالسلام الداخلي ولا يشعر بالقلق والتوتر. الأمر الثاني إن احنا القلق والخوف من الأشياء، يعني مثلا واحد مثلا أو فتاة عايزة تتزوج، فتنظر لإيه؟
لبنت الجيران او قريبتها، طب انا مثلا معايا دبلوم مثلا وهي معايا كليه، طب هي اجمل مني، انا سبيضه انا قمحيه، وهتبدا تعمل مقارنات. وبعدين المقارنات دي بتجعلها في الاخر خالص ان هي بتسخط على حياتها، تقول لك خلاص انا كده مش هتزوج، وانا كده يعني عندي حاله سخط. وتيجي تكلمها تلاقيها دايما يعني زعلانه ومتضايقه، وتقول لك انا خلاص وصلت لحاله فشل. طيب دلوقتي احنا معانا اتصال، اتفضلي. الو، ايوه يا فندم، اهلا الو، السلام وسهلا. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. برنامج مصر الحياه، برنامج بقى معايا الدكتور نور ابو شادي. ايوه معاكم نور ابو شادي، اتفضلي. لو سمحتي يا دكتور، عندي سؤال. اتفضلي. ليه بعض الناس بتفضل خلفه الصبيان عن البنات يا فندم؟ شكرا لحضرتك، طبعا سؤال مهم جدا. العفو يا فندم، شكرا جزيلا، متشكره جدا. الله يخليك. السؤال ده مهم جدا بالنسبة لنا، ليه بعض الناس بيفضلوا خلفة الأولاد على البنات؟ ودي برضو اعتراض على يعني حكمة ربنا وعلى هبة ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نقول للناس إن الرجل أولا، المرأة هي نصف المجتمع، المرأة هي الشيء الجميل اللي ربنا خلقه في المجتمع، اللي هو لما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام خلق حواء من ذلية الأيسر لتكون على الله في حياتي. أول حاجة إن هي دايما الإنسان أو الرجل هو الأصل والمرأة هي الفرع، لذلك الأصل يحن للفرع والفرع يشتاق إلى الأصل. الرجل هو المسؤول عن إنجاب أو تحديد جنس المولود، زي ما احنا عارفين إن الكروموسومات بتاعت الرجل إكس واي، والمرأة الكروموسوم بتاع اكس اكس، فاذا لو جه هنا الاكس والواي فهنا بيكون ذكر، او اكس اكس بتكون انثى، فاذا الرجل هو المسؤول. الحاجة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن واحسن اليهن فله الجنة. ده حاجة عظيمة جدا اللي بيخلف البنات. الأمر الآخر إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور، أنت اللي بتعترض على قضاء الله وقدره، إن هو هب لك البنت أو هب لك هذه الفتاة أو هب لك حتى الولد، المهم إنك أنت ترضى وتقنع بما وهبه الله لك. أنا أعرف راجل صديق لي بيقول لي: أنا لما خلفت البنات كان هيجي لي جلطة عشان ما جبتش الولد. طيب بعد ما جاب الولد كانت هيجي له جلطه، يعني هو يعني الولد هو اللي هيجيب له الجلطه دلوقتي، يعني الاول كان هيجي له جلطه عشان ما يخلفش الولد. لما جاب الولد، الولد مغلبه ومطلع عينيه، فهو بيقول لي الولد حاليا هو اللي هيجيب لي الجلطه. برضه في اسر كثيره جدا اعرفها كده، انا شفت بعيني واحده تخلف بنت ودي تخلف بنت، فاضل دي جابت خمس بنات وفي الاخر جابت ولد، الثانيه ما سكتتش برضه، فضلت تخلف لغايه ما جاب ست بنات وجابت الولد. فاحنا طبعا احنا كده بنتعب رب الاسره وبنتعب انفسنا. فاذا رضينا وربينا الاولاد دول كانوا لنا يعني نضمن بيهم الجنه ان شاء الله تبارك وتعالى، ونحسن تربيتهم. والبنت دايما هي اللي بتكون فيها الحنان للاب والام لو احسن التربيه. احدى السيدات بتقول لي: والدي لما خلفني ما كانش موافق عليا، ما رضاش يكتبها لمده سنه، وكان زعلان جدا ان هو جاب بنت، لكن لما جاب الولد فرح بيه جدا، والولد هو اللي ليه الفحلات هو اللي ليه الفلوس وكل حاجه، البنت ملهاش اي حاجه. النتيجه ان الولد ده اساء لامه وابوه، وبتقول لي ان انا كنت مع والدي لغايه لما توفاه الله. فاحنا لازم نرضى بخلفه او بما يهبه الله لنا. برضو ديت يعني حاله من حالات عدم الرضا احنا بنعيشها. طيب ازاي ان احنا نحقق الرضا في حياتنا؟ اول حاجه عشان نحقق الرضا في حياتنا ان احنا نركز على اللي احنا بنمتلكه وننميه، دايما نحمد ربنا سبحانه وتعالى، نكثر من ذكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال هذا الدعاء حين يصبح فقد ادى شكر يوم. اللي ايه هو الدعاء؟ اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد لك الشكر. دايما أذكر هذا الحديث أو هذا الدعاء في عندما أصبح.
من قاله حين يصبح فقد أدى شكر يوم، ولو قلته في المساء فقد أديت شكر المساء أيضا، 3 مرات صباحا ومساء. ده رقم واحد. رقم اثنين، الشكر الواهب بالنعم. دايما معلومة لحضراتكم، العقل الممتن، العقل الممتن مطبوع على الأفضل دائما. العقل الممتن مطبوع على الأفضل دائما، يعني طول ما أنت عقلك وأفكارك إيجابية فبتجذب إليك من العالم الخارجي على ما يتوافق مع الطاقة الأفكار الداخلية. عايز أقول لكم أن أفكار الرضا هي الأفكار التي تتناغم مع الطاقة الإبداعية في الكون. الطاقة، طاقة الرضا بتتناغم مع الطاقة أو الذبذبات الإبداعية في الكون. الكون بيحب منك إنك تكون عندك حالة رضا، تحب، لأن لما يكون عندك حالة رضا هتحب الكون، تحب مخلوقات، تحب كل شيء في الوجود، وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى عاوزه. يعني الأساس هذا الكون هو المحبة، ولذلك قيل ذرة من المحبة لولا المحبة ما زرعت حبة. أيضا إنك تبدأ تعدي من أفكارك الداخلية، يعني مش بالكلام فقط لا غير، لا تفكر دايما في الوفرة، إن الكون فيه أمور كثيرة جدا، في وفرة في المال، في وفرة في الفرص. طول ما أنت بتركز على الأمور السلبية بتجيلك المزيد من الأمور السلبية. لذلك في الإنجيل، جاء في الإنجيل تغيروا عن أجسامكم بتغيير أذهانكم. وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنت لا تنتظر العالم الخارجي يتغير عشان تتغير، أنت لابد أنك تغير، أنت تبدأ أنت من الآن أنك أنت تغير وتنطلق إلى الأفضل. الشيء الآخر لكي نحقق الرضا في حياتنا اللي هو أن تحب الآخر ما تحب لنفسك. قال صلى الله عليه وسلم: أحب لأخيك ما تحب لنفسك. دايما علشان نعيش بحياة فيها رضا، أول حاجة عايز أقولها لكم، تجملوا بأفكار، تجملوا بأفكار الرضا والمحبة وحسن الظن والثقة في الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله وأفكار السعادة والثراء والوفرة والصحة والسعادة. تشبعوا بأفكار الرضا، فإن عيونكم تبصر الحياة بما يجول في قلوبكم من رضا وامتنان. طول ما في رضا وامتنان نظرتك هتكون للأشياء جميلة وأحسن وأجمل. طول ما في حالة سخط بتكون نظرتك للأشياء سيئة وغير طيبة. النظر للأشياء بصورة جميلة بيجعل حياتك حلوة وطيبة. يعني إذا نظرت لأي شيء تحبه، هو ده اللي ربنا عايزه مننا، وهو ده المنهج الإلهي. إبليس خلي بالكم عايز منك نظرة السخط والتذمر، ولأنه بيشغلك. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. رحمة ربنا واسعة. وبعدين لا ننظر إلى الآخر، لا ننظر إلى الآخر، ولكن علينا بأنفسنا ونطور من أنفسنا ونرقى بأنفسنا حتى نسعد في حياتنا ونسعد أبنائنا. إحنا لما تكون السعادة في داخلنا إحنا ونفرضها على أولادنا وعلى زوجاتنا وعلى المحيطين بنا. دعكم، يعني نصيحة لكم، دعوا الأفكار البالية، أفكار والمعيقات لحياتكم، أفكار الحسد والضغينة والأفكار السخط والتذمر، دايما تلفظوا بألفاظ فيها المحبة وفيها الطيبة وفيها الرضا وفيها السلام الداخلي وفيها الطمأنينة. أشكروا وباركوا كل إنسان يقدم لكم أي شيء، لو شيء بسيط باركوه. ده هذا منهج يعني إلهي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أزدى عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجد شيئا فادعوه له. برنامج الرضا حياة هو يعني بينقلك لحياة جديدة وأسلوب جديد وأفكار جديدة لتنعم بالسلام الداخلي والصحة. على فكرة الأبحاث، كل الأبحاث بتقول أن هذا الشخص يتميز بصحة نفسية طيبة، والخلاف أو الفرق بين شخص يتميز أو يتمتع بصحة نفسية طيبة وآخر تميز بصحة نفسية سيئة هو الرضا. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامجكم الرضا حياة.